على مستوى خلق فرص الشغل، تضاعفت أعداد الكفاءات الوطنية اللي كيشغلها القطاع، اللي كتبلغ تقريبا 24 ألف منصب شغل معنا نهاية العام 2023، خاصة وأن بلادنا كتسارع على تتمين المهارات عالية المستوى وتوفير تكوين يستجيب لأفضل المعايير الدولية. وكاين تطور وديناميه هذا القطاع الحيوي كيعكسوا كذلك ارتفاع المعدل ديال الادماج المحلي اللي كيفوق نسبه 42% في الوقت اللي كتكون هذه النسبه ما كتعداش 17% سنه 2014.